في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت لاعبات خماس الصلاة بفريق فتاة أربيل ومدربهن هجرة ناديهن لأسباب تتعلق بغياب الدعمين المالي والمعنوي. اللاعبات وقعن عقودا لتمثيل نادي القلعة في الموسم الجديد بدور الفوتسال الكردستاني الذي نلن لقبه الموسم المنصرم مع فريقهن السابق. الانتقال الجماعي للاعبات أعطى دفعة معنوية لرئيس نادي القلعة في الحديث عن تطلعات مستقبلية جديدة. هم اختاروا نادي قلعة وإجوا يمنا وإحنا مرتاحين ورحبنا بهم، سوينا قعدة وياهم، قعدنا وياهم وحكيناهم. يعني أني كلش ممنون من هذا الفريق وأني فخور بهم يعني في الحقيقة يعني. ويعتقد مدرب الفريق أن فرصة مهمة ستكون حاضرة أمام اللاعبات اللواتي قدمن كل شيء مع فريقهن السابق، إلا أن الافتقار إلى أبسط أنواع الدعم أجبرهن على ترك الفريق الفائز بدوري خماسي كرة الصالات. لكنه أكد أن المهمة الجديدة ستكون صعبة. خلال الأشهر الأربعة الماضية لم أرى أي قيمة للرياضة، رغم أننا كنا في المركز الأول في دوري كردستان. الآن أشعر أننا وجدنا أنفسنا في هذه النادي. اللاعبات يتدربن بواقع 3 وحدات تدريبية في الأسبوع، يشعرن بارتياح كبير جراء الاهتمام الذي توليه لهم إدارة نادي القلعة الساعية إلى تحقيق نتائج إيجابية، على العكس مما كان عليه الحال في ناديهن. بعد حصولنا على لقب دوري الفوتسال لم نجد أي تكريم وإشادة تليق بما سجلنا. الآن نحن نمثل نادي القلعة الذي وجدنا فيه ملاذا لاحتضاننا. نحن في قمة الراحة والاستقرار. نشكر إدارة نادي القلعة لأنهم فتحوا لنا أبوابهم، وهذا سيكون سببا في تقديمنا للمزيد من العطاء. هكذا هو الحال مع لاعبات فتاة أربيل اللائي قررنا تمثيل فريق القلعة في دوري كرة الصالات للموسم المقبل. عمار ساطع، الحرة، أربيل.